ابطال تالتة اعدادي، اهلا وسهلا بكم من جديد في فيديو جديد من فيديوهات قناة دروس بلاش. النهاردة هنتدرب على حل امتحانات المحافظات المختلفة الترم الثاني. النهاردة ان شاء الله هنحل محافظة القاهرة والجيزة والاسكندرية، زي ما عملت فيديو خاص بحل 3 ادارات مختلفة الاولى اعدادي وحل 3 ادارات مختلفة لتاني اعدادي. نحل 3 محافظات مختلفة لتالت اعدادي الترم الثاني 2023. في اول تعليق على الفيديو هتلاقي رابط هتضغط عليه يوصلك لقائمة تشغيل او بلاي ليست يكون فيها كل ما يخص منهج تالت اعدادي، سواء من كتاب جيم او من كتاب معاصر. كان في اخر 5 فيديوهات كان في 3 فيديوهات خاصة بكتاب المعاصر وفيديوهين خاصين بكتاب ايه، بكتاب جيم. كمان قبل نهاية الفيديو ب20 ثانية هتظهر لك شاشة النهاية او اند سكرين، هرشح لك 3 فيديوهات مهمين جدا ممكن تشوفهم بعد نهاية هذا الفيديو ايه مباشرة. نبدأ مع بعض حل محافظة القاهرة الترم الثاني. عندنا طبعا حبايبي عارفين ان الامتحان بيكون عبارة عن 6 اسئلة والامتحان من 30 درجة. انا مش عاوزك تهتم بطول الفيديو، انا عاوزك تهتم بمحتوى الفيديو. انا معرفش الفيديو ده هيكون طوله قد ايه، ايا كان طوله المهم دلوقتي انا عاوزك تفهم كل حاجة هتتقال. بداية من محافظة القاهرة طبعا عندنا السؤال الاولاني finish the following dialogue. طبعا السؤال الاول بيبقى الدايلوج عليه 5 درجات، انك بتقرأ المحادثة كاملة بدون حل علشان تعرف مين بيكلم مين، بيتكلموا في ايه، بيتكلموا عن ايه، والتنس اللي هو في الايه الدايلوج. طبعا احنا عملنا فيديوهات خاصة جدا بحل الدايلوج منفصلة، ولكن دلوقتي خلاص احنا اتعودنا على هذا الجزئية دي، فالى حد ما هتلاقيني احل شوية بسرعة الدايلوج علشان الفيديوهات ما تطولش شوية. finish the following dialogue. عندنا بداية ان الديالوج بيكون 10 exchanges، عندنا 10 تبادلات، we have 5 gaps. الجابس دي او deletions بيكونوا 5، منهم 2 على هيئة اسئلة و3 على هيئة اجابات. يعني عندنا number 2 و number 3 دي هتبقى اسئلة، number 1 number 4 number 5 هيبقى اجابات. الاجابات هكتبها لك باللون الازرق والاسئلة هكتبها لك باللون الاحمر. طيب يلا نبدأ نحل على طول. هاجر is talking to Sarah who is going to the school library. هاجر بتتكلم مع سارة اللي هي رايحة to the school library، عشان لو أي مكان ما تقولش أي غير كده غير school library. فهاجر بتقول لها hello Sarah where are you going. Sarah hello هاجر، طبيعي دي مفيش بديل غير انها تقول I'm going to the school library، لا بديل عن الإجابة دي. فهاجر هتسأل سؤال، سارة هترد عليها I'm doing a research or I'm doing research، هتقوم بعمل بحث. فهنا هاجر ممكن تسألها بطريقتين، ممكن تقول لها Why are you going there؟ ليه انت رايحة هناك؟ ممكن What are you doing there؟ يعني رايحة ليه هناك أو هتعملي إيه هناك؟ فسارة بتقول I'm doing a research. هاجر هترجع تسألها سؤال، فسارة هترد It's about energy. طالما قالت لها البحث ده عن الطاقة يبقى أكيد هاجر قالت لها What is it about؟ What is it about؟ ما تلخبطش ما تقولش What it is about، لأ في السؤال بعمل عملية inversion. inversion يعني قلب. What is it about؟ It's about energy. هاجر بترجع وتسألها Do you want me to help you؟ عايزاني أساعدك؟ مفيش مشكلة، يعني سارة ممكن تقول لها Yes please. فهاجر هترجع ترد عليه بتقول لها I have a book about energy، أنا معايا كتاب عن الطاقة، I will give it to you tomorrow، أنا ممكن أديهولك بكرة. فما إلا عن سارة إنها طبعا ممكن تشكرها، ممكن تقول لها Thank you very much or thanks. خلي بالك المكتوب بالأزرق ده الإجابات، واللي مكتوب بالأحمر هو إيه؟ الأسئلة. السؤال اللي فات ده عليه 5 درجات. نيجي للسؤال الثاني اللي هو Read and complete the text with words from the following list. طبعا بيدي لك قايمة، انت هنا القايمة دي بتحتوي على 6 كلمات، خلي بالك 2 منهم جرامر علشان اختار منهم واحدة، ومن الواضح هنا اول ما تشوف كلمة believed or believes دي يبقى اكيد هياخد واحدة من دول فقط. وبعد كده عندنا million wonders period وdesert. انا عاوزك بقى تعمل ايه في الحل ده بقى يا حلو؟ انك تعمل بوز للفيديو، وقف وحل انت، حل انت وبعدين ارجع لي بعد 2 دقيقة كده تكون حلته، علشان احللك ده على طول بقى. يبقى هنختار، خليك لما وانت بتحل believes believed هتختار واحدة منهم، وبعد كده million و wonders و period و desert
هتختار 3 منهم عشان يبقى اجمالي الحل 4 كلمات والسؤال ده عليه 4 درجات 4 ماركس. عندنا هنا Egypt has some wonders، مصر بها بعض العجائب. The Great Sand Sea، بحر الرمال العظيم، is one of these wonders. طبيعي دي سهلة دي. This is a part of the Western Desert، هذا جزء من الجزء الصحراء الغربية. And here you can find lots of big sand mountains، هناك يمكن أن تجد كثيرا من الجبال الرملية الكبيرة. And some unusual glass، ويعني بعض الزجاج الغير عادي أو غير طبيعي. It is believed، خلي بالك دي جزئية passive دي، طالما جزئية passive يعتقد أن دي جزئية passive. It وبعد كده is verb to be والتصريف الثالث. It is believed that، نعتقد أن that the glass، الزجاج ده is more than 29 million years old، يعتقد أنه يعني عمره أكتر من 29 مليون سنة. السؤال ده عليه 4 درجات. نيجي للسؤال الثالث. Read the following text then answer the questions. السؤال ده بيكون عليه 6 درجات. خلي بالك كل سؤال بدرجة. خلي بالك انا مش عاوزك تجري انت على الاسئله وتروح تشوف الاسئله وترجع للقطعه وقصد، لا، يقول لك read then answer، اقرا ثم اجب. نقرا مع بعض ونترجم بقى ونشوف. المفروض انا ما ترجمش اصلا بالعربي خالص يعني، ولكن احنا ايه بناخد وندي مع بعض كده عشان ايه بعض الطلبه اللي بعض الكلمات اللي انت ممكن تكون مش عارف معناها واللي المفروض تكون عارف معناها. Every Monday، كل يوم اثنين، a dog goes into a small supermarket with a basket in his mouth. يعني كل يوم اثنين كده في كلب كده بيروح سوبر ماركت وفي باسكت كده في بقه يعني كده. خلي بالك بقول هيز في القصص والحكايات والروايات كده، بنقول ممكن نقول هيز على الكلب هيز، اه مش مشكلة. Inside the basket، جوه السلة دي، there is a shopping list and a wallet، في يعني جوه الباسكت ده في قائمة مشتريات كده ومحفظة. ماريا، مين ماريا دي؟ اه طالما حط لك كوما هيقول لك مين ماريا دي. ماريا دي هو owns the supermarket، اللي هي صاحبة السوبر ماركت يعني. takes the list، بتاخد الليستة دي و puts the items in the basket، takes the money from the wallet and leaves the bill. يعني بتاخد الليستة دي وتحط الحاجات اللي هي المطلوب منها ان يعني يتم شرائها يعني، تحطها في الباسكت، تاخد الماني من المحفظة وتسيب الفاتورة، وبعد كده الكلب يرجع لمكانه. The dog then runs off، ويرجع لمكانه. One day، في يوم من الأيام بقى، ماريا decided to follow the dog، تقرر أن، خبك دي صيد يجي من الأفعال اللي يجي بعدها to، عشان هنجي لها بعد كده جزء الجرامر بعد شوية بس مش هنا يعني. Decided to follow the dog، تقرر أنها تتبع الكلب. She wants to meet the dog's owner، عايزة تقابل صاحب الكلب. And asks how the dog was trained to do such an acting thing، يعني عايزة تقابل الاونر بتاع الكلب ده، صاحبه، عشان تسأله الكلب قد ايه ازاي متدرب انه يعمل الحاجات الجميلة دي. المهم she follows the dog، بتمشي ورا الكلب يعني تتبعه. the dog to an old house، اللي لغاية ما وصل لبيت قديم كده. The dog puts down the basket at the door and rings the bell with his nose. يعني الكلب كده بيحط الباسكت يعني ينزل الباسكت ده ويرن الباب يرن الجرس الباب بهيز نوز بمناخيره يعني. It، خلي بالك طالما قال لك it، شوف انت it ده اللي هو ايه، خلي بالك it تعود على ايه، هو لو جرس. It is so loud that anyone can hear، يعني الجرس ده بيكون صوته عالي ان كل اي حد ممكن يسمعه. An old man opens the door and starts shouting and screaming at the dog، يعني في عجوز كده فتح الباب بدأ يزعق في الكلب كده. He goes on and on. Maria sees that the dog is very annoyed، يعني ماريا بلاحظ ان الكلب من دايه. Stop that shouts Maria، خلي بالك الكلب اللي ماريا بتقول للراجل ايه، اوقف، stop that، what are you doing، بتعمل ايه. That is the cleverest dog I have ever seen، يعني ده امهر كلب انا شفته. clever، ها، laughs the man، الراجل بيقول اه شاطر، شاطر ايه بس، ولا شاطر بلا بتاع.
That is the third time this week. دي المرة الثالثة الأسبوع ده. This dog has forgotten his keys. يبقى المفروض كان كل مرة ياخد معاه المفاتيح ويفتح بدل ما يرجع يرن الجرس يفتح بالباب يفتح بالمفتاح. ما علينا مش مشكلة، قصة جميلة. Choose the correct answer from A, B, C or D. Number one. The main idea of the passage is القص الفكرة الرئيسية عن الباسage is the lazy dog, dogs and cats, the bad dog, the shopping dog. طبعا أكيد هنا the shopping dog هي الإجابة الصحيحة اللي هو الفكرة الرئيسية للقطع. Number two. The dog carries a piece in his mouth. Bone, basket, ring, hat. يعني بيحمل إيه في بقه؟ طبعا دي هنا ايه the basket or a basket. Number three. The underlined pronoun it refers to the list, the wallet, the bell, the money. طبعا هنا it لما ترجع للفقرة وتقول ايه موجودة it is so loud that anyone can hear يبقى طبعا مقصود بها هنا ايه the bell. بعد كده نكمل الاسئلة الخاصة بالقطعة برضو. Answer the following questions. هنا عندي أول سؤال بيقول لك why does Maria follow the dog؟ ليه ماريا تتبع الكلب؟ أكيد عشان هنا طبعا هي مكتوبة هنا بس أنا عامل نقط بس تكملة عشان ما فيش مكان أكتب فيه. هنا she wants اللي هي ماريا يعني she wants to meet the dog's owner and asks how the dog was trained to do such an acting thing. طبعا أنا ما كتبتش كل حاجة بس هي موجودة في الصفحة اللي هي الجزئية اللي قبلها يعني عشان أنت تنقلها يعني. Number two, who is Maria? Maria دي ايه؟ صاحبة السوبرماركت. She is the owner of the supermarket. بعد كده السؤال السادس, do you think the dog is clever? Why and why not? طبعا هنا هل تعتقد ان الكلب شاطر؟ ده شاطر ونص. Yes, the dog is clever. ليه؟ Because he does the shopping alone. ممكن نقول ان هو بيعمل ايه يقوم بعمليه تسوقي بمفرده. السؤال ده عليه 6 درجات. نيجي بعد كده الفوكابولري اند ستراكشر. بيجي لك 6 جمل 6 جمل عليهم 3 درجات كل جمله بنصف درجه. طبعا واحده سينونيم واحده انتونيم سافكس بريفكس ديفينيشن جيسنج ذا مينينج. 6 يخص المنهج طبعا كل واحده عليها نصف درجه. عندنا هنا تشوز ذا كوريكت انسر فروم اي بي سي اور دي. نمبر 1. The energy we get from the sun is called الطاقة اللي بنحصل عليها من الشمس is called the fossil fuels. قوت حفري solar energy طاقة شمسية carbon dioxide ثاني أكسيد الكربون ميثين. طبعا الجزئية دي أو الحل الصحيح هي solar A solar energy الطاقة الشمسية. Number two. Warmth melted some of the polar ice. Polar here is something that is very cold, hot, warm or sunny. كلمة warmth يعني الدفء يعني الدفء بيذيب بعض من البولار ايس. طالما فيها بولار يعني قطبي يعني حاجة very cold يبقى هنا is something that is very cold. Number three. We add the suffix space to get the adjective from the noun Egypt. ISM, ING, IST, IAN علشان نجيب الصفة من كلمة Egypt. Egypt يعني مصر يبقى Egyptian مصري طبعا IAN. خلي بالك السافكس والبريفكس يتقال حروف. Number four. We should reduce pollution. Reduce is similar in meaning to cut down, decrease, fall or hit. يعني يجب علينا أن يعني نقلل التلوث. Reduce دي نقلل زي المعنى إيه؟ معناها زي إيه؟ زي decrease يعني يخفض أو إيه؟ أو يقلل. بعد كده نكمل هذه الجزئية. Nowadays we use modern ways of farming. The antonym of modern is expensive, far, near, traditional. يعني بيقول لك دلوقتي بنستخدم طرق كثيرة حديثة في الزراعة. يعني الـ antonym of modern عكس modern. طبعا هنا عندي ايه traditional يعني تقليدي او قديم. Number 6. A or an space is the person who travels into space. شخص الذي يسافر عبر الفضاء. Dentist, astronaut, artist or photographer. طبعا هنا عندنا astronaut اللي هو رائد الفضاء. بعد كده السؤال الخامس ده خلي بالك عليه 5 درجات. ده يخص الجرامر فقط.
خلي بالك عندنا هنا ايه؟ نمبر 1 وي ماست افويد بولوت ذا وورلد. خلي بالك وي ماست افويد، افويد من الافعال اللي يجي بعدها جيرند، الفعل المضاف ان جي. خلي بالك الكلام ده خدناه في يونت 8 لو تفتكر، وهتلاقيها موجوده في، لو انت بتستخدم كتاب خليجي كتاب جيم هتلاقيها صفحه 76 و77، ولو بتستخدم كتاب المعاصر هتلاقيها في صفحه 78 79. يبقى جيم صفحه 76 77، المعاصر 78 79. انا افكرك بالجزئيه دي. طبعا افويد هي واصحابها اللي بيجي بعدهم الاي ان جي. عندنا مثلا avoid, consider, deny, include, keep, mind, dislike, enjoy, finish, imagine, practice, recommend, suggest, admit. ده انا قريته اصلا من كتاب قدامي، يعني مش بصراحه انا مش حافظهم، يعني مش هكذب عليك. المهم انت ترجع للدرس عادي، يعني مش مشكله. ما الافعال اللي بيجي بعدها تو زائد المصدر بقى allow, agree, arrange, ask, choose, decide, expect, fail, help, hope, intend, need, learn, manage, offer, plan, promise, refuse, threaten, want, wish, would like. يجي بعدهم two. طيب number two بقى، what would you like if you space rich؟ خلي بالك دي حالة if، الحالة الثانية. الحالة الثانية ليه؟ لأن عندي وجود would، يبقى what حتى في ال WH question عندي would، وبعد كده طالما would يبقى الحالة الثانية يبقى if you were. where دي تأتي مع كل أي فعل، يبقى إيه؟ would. Number three, I didn't go out until I space finish my homework. خلي بالك خدنا قاعدة until اللي هي في الماضي التام اللي هي كانت unit 10. خلي بالك كانت في unit 10. طبعا until يجي قبلها ماضي بسيط منفي وبعدها ماضي بسيط ماضي تام مثبت. يبقى هنا ما خرجتش إلا لما خلصت الواجبات بتاعتي. until I had finished. حدثان تم في الوقت الماضي، حدث تم أولا ثم تلاه حدث آخر. الحدث الاولاني في الماضي الماضي التام، والحدث الثاني في الماضي البسيط. نمبر 4، عمرو told me that he space travel abroad the next week. خلي بالك دي report speech طبعا، وده شرحناه بالتفصيل. عمرو told ده في الماضي، that خلي بالك اللي بقى طالما فيها next week مستقبل ما تقوليش well، لان دي report speech تبقى would، would زائد الفعل في المصدر يبقى would travel. نمبر 5، we space خلي بالك الجمل دي برضو دي موجوده في كتاب المدرسه. We space not used to play computer games but we do now. يعني خلي بالك قاعدة used to منفية، يبقى didn't used to لم يعتد أن. We didn't used to play computer games but now we do or but no, but we do a do now. بعد كده write a paragraph of 110 words on a review of life in the future. والجزئيه دي محذوفه ليه؟ لان ده الجزء الخاص بيونت 12، ويونت 12 محذوف. يونت 12 اللي كان اسمه into the future عشان ما نضيعش وقت هو اصلا محذوف، فبالتالي مش هنتكلم ايه عنه. طبعا مر دلوقتي 18 دقيقه وشويه، لو قلنا 18 دقيقه و15 دقيقه و15 دقيقه يعني ان شاء الله كده اقل من 45 دقيقه الفيديو. ندخل بعد كده يا مستر وجد على جيزة جوفرنوريت، محافظة جيزة. يلا نبدأ نحل على طول بقى. عندنا finish the following dialogue. أحمد and هبة are talking about reading. أحمد وهبة يتحدثان عن القراءة. أحمد بيكلم هبة. والفيرست exchange is given. موجودة هو أحمد. هاي هبة، ازيك هبة، عاملة ايه؟ Where are you going؟ رايحة فين؟ مبدئيا هتروح فين؟ معرفش هتقرأ يعني، هتروح المكتبة هتروح فين؟ أحمد بيقول لها سؤال، هبة ترجع تقول له yes I like reading. مبدئيا الجزئية اللي فاتت دي هبة تقول I'm going to the library، رايح المكتبة. يرجع بقى خلي بالك دي جزئية ال yes or no question اللي عملية الانفيرجن. طالما قال لك yes or no تقول الحمد لله، انت بتعمل yes or no تشطب عليها كده اهو، وتعمل عملية الانفيرجن اللي هو عملية القلب. بس خلي بالك ده سؤال في المضارع البسيط، يبقى انا اسأل بدو ولا داز، دو ولا داز مع يو. خلي بالك انا اي دي تحول الى يو في السؤال. Do you like reading? Do you like reading? Yes, I like reading. احمد what kind of books do you like do you read؟ ما نوع الكتب اللي انت بتقريها؟ خلي بالك هنا ممكن هبه ممكن تقول اي حاجه عادي ما فيش مشكله، او اي كتاب. هنا ممكن تقول I like short stories، انا بحب القصص القصيره. فخلي بالك ترجع احمد بقى يقول لها سؤال هنا. هبه هترد I visit the library twice a week.
انا بزور المكتبه مرتين في الاسبوع، بروح المكتبه مرتين في الاسبوع. خلي بالك كم عدد المرات، how many times او how often، والسؤال في البريزنت سيمبل يبقى هو how often، وبعد كده do عشان ده السؤال في البريزنت سيمبل، وبعد كده يو لان الاجابه اي، وفيزيت وتكمل عادي هاو اوف. بس خلي بالك الجزء الذي تسال عنه لا يذكر في السؤال، يعني ما تكتبش تويس ا ويك. هاو اوفن دو يو فيزيت ذا لايبراري، هبه بترد اي فيزيت ذا لايبراري تويس ا ويك. بعد كده احمد بيقول لها كود يو ريكومند مي ا بوك، ممكن ترشحي لي كتاب او ما فيش مشكله او قصه او ايا كان. هبه ممكن تقول شور اي ريكومند اوليفر تويست، اي ريكومند بلاك بيوتي، اي يعني ممكن عادي طالما انت قلت هنا هي بقى بتقول اي لايك شورت ستوريز، فممكن تقولي اي قصه قصيره تكون ايه هي ممكن تكون قريتها. السؤال ده عليه 5 درجات. نيجي للسؤال الثاني بقى اللي هو الجزئيه read and complete the text with words from the following list. عندك language has have online articles jobs. خليك لماح بقى، ما انت خلي بالك ده انت لازم مع مستر وجدي يبقى لازم تكون لماح وشاطر بقى. انت عندك have وhas طبيعي او يعني كده هتاخد واحده منهم، وبعد كده هتاخد واحده من ثلاثه من لانجوج اونلاين ارتكلز جوبز، لانجوج لغه، اونلاين عبر الانترنت، ارتكلز مقالات، جوبز يعني وظائف. اعمل بوز للفيديو، اسمع الكلام، وبعد كده ارجع شوف الحل بتاعك. خلي بالك انا عايز اقول لك في حاجه مش عايز يعني ممكن ما اقولها لكش، في ناس شاطرين جدا جدا للاسف ممكن يغلطوا في هذا السؤال السهل، فانا مش عاوزك تبقى من الناس اللي بيغلطوا في هذا السؤال. I studied English and media at university. يعني درست اللغة الإنجليزية والإعلام في الجامعة. I work as an editor. يعني أنا بعمل كمحرر رئيس تحرير. I work for an English language website. موقع لغة إنجليزية. بعد كده nowadays الفترة دي يعني هذه الأيام more people read news، بيقروا الأخبار إيه بقى؟ آها online. I like the job، بحب الوظيفة دي. Lots of different journalists send me their articles and I have to decide which ones are the most important. خباك أصل كل دي جملة واحدة على فكرة يعني. يعني كثير من الصحفيين المختلفين يرسلون لي مقالاتهم وأنا I have to decide. أصل خلي بالك أنا ما تقدرش تقول I has to decide يعني مش هتيجي خالص. Which ones are the most important، إيه الحاجة الأكثر أهمية؟ It's one of the most interesting jobs، واحدة من أكثر الوظائف تشويقا. السؤال ده عليه 4 درجات، أوعى تغلط فيهم. Number 3 read the following text then answer the questions. نقرا دي بقى. The energy that is produced by the sun is called solar energy. كنا قلنا من شويه الطاقه اللي يعني تنتج او يتم توليدها من الشمس دي يعني مستخدمه الشمس دي اسمها the solar energy الطاقه الشمسيه. This is good for the environment because it's renewable. Renewable، خلي بالك الامريكان يقول لك رونبل، الانجليزي يقول لك رينيوبل، احنا كمصريين نقول رينيوبل. عادي. المهم ده كويس للبيئه علشان دي طاقه متجدده، حاجه متجدده. This means هذا يعني that it comes from natural resources، ده بيجي من ايه مصادر ايه طبيعيه. Egypt has almost 9.5 hours of sunshine every day. يعني يقول لك مصر دي من البلاد او اللي هو الشمس طالعه يعني فيها 9.5 ساعات في اليوم. The sun is nearly always shining and there are not usually many clouds in the sky. يعني الشمس بتبقى طالعه وتسطع ومفيش يعني سحب كثيره في السماء. It's one of the sunniest countries in the world. يعني واحده من اكثر البلاد الدول يعني اللي فيها الشمس تطلع كتير يعني. This why so لذلك Egypt is using the sun، تستخدم الشمس to produce energy لإنتاج الطاقة، وخاصة طبعا في السولار فارمز، في محطات اللي هي الطاقة الشمسية اللي هي موجودة مثلا في الغردقة وفي شرم الشيخ. عندنا هنا بنبان سولار بارك is the largest solar farm in Africa and one of the biggest in the world.
دي محطة بنبان، دي الشمسية، دي واحدة من أكبر المحطات لتوليد طاقة شمسية في أفريقيا، وواحدة من أكبرها في على مستوى العالم. Another type of renewable energy is wind energy. يعني شكل آخر من أشكال الطاقة المتجددة wind energy، طاقة الرياح. عشان لما يجي يقول لك سؤال يقول لك هات لنا مثالين من الانرجي ما تقعدش تقول مش عارف. There are wind farms، هناك كثير من محطات توليد الطاقة الشمسية in Egypt like this one on Hurghada. Egypt uses a lot of renewable energy and the government wants people to use it more. يعني مصر بتستخدم كثير من الطاقة الشمسية، الطاقة المتجددة يعني، والحكومة بتريد أو يعني تريد إن الناس يستخدموها كثيرا. If we all used more renewable energy، لو احنا بنستخدمنا يعني طاقة متجددة، it would، خلي بالك دي الحالة التانية من قاعدة F، it would help us to save our planet، تساعدنا في انه نحافظ على على كوكبنا. نبدأ نحل الأسئلة دي بقى. Choose the correct answer from A, B, C or D. Number one, the energy produced by the sun is called space energy, solar atom, moon dust. طبعا solar energy اعتقد كده الاسئله سهله جدا وسؤال مضمون. Number two, space is one of the sunniest countries in the world. Lebanon, London, Egypt, France. احنا ما جبناش غير سيره مصر. Number three, the main idea of the text is الفكره الرئيسيه أو الفكرة الرئيسة، اللغة العربية، مدرسين اللغة العربية تابعونا في الموضوع ده. الفكرة الرئيسة أو الفكرة الرئيسية لهذا التكست is sunshine, renewable energy, and the wildlife, solar park. طبعا عندنا هنا renewable energy، الطاقة المتجددة. نحل ثلاث أسئلة تاني. Answer the following questions. From the passage, name two types of energy that come from natural resources. خلي بالك احنا ما قلناهم اهو. Solar energy and wind energy، الطاقة الشمسية وطاقة الرياح. Number five, summarize the last paragraph in your own words. يعني لخص الفقرة الأخيرة أو الباراجراف الأخير في كلمات من عندك، اللي هو الفقرة الأخيرة اللي هي Egypt uses a lot of renewable energy، اللي هم سطرين وكلمتين دول. ممكن نعمل إيه بقى؟ دي نزلتها أنا تحت. Egypt encourages people to use renewable energy because this kind saves our planet. يعني هم اصلا سطرين ونص واحنا لخصناهم في سطرين ونص بس، يعني يعتبر ده كتاب خط كبير ده انا يعني. فهنا Egypt encourages people to use renewable energy because this kind saves our planet. يعني انا قلتها صغتها بشكل اخر يعني. السؤال اللي فات ده عليه كام درجه؟ 6 درجات. نيجي بعد كده هنا choose the correct answer from A, B, C or D، عليه 3 درجات، 6 جمل. Air and space is a person who specializes in languages. Presenter, broadcaster, linguist, reader. شخص كده يبقى متخصص في اللغة، في اللغويات يعني، بنقول لغوي أو عالم باللغات يعني، ده بنقول عليه linguist. Presenter مقدم، مقدم برامج مثلا، broadcaster مذيع، وعنده reader قارئ. Number two, scientists are trying to invent things to make our life comfortable. The word invent means succeed, fail, pass or create. العلماء بيحاولوا ان هم يخترعوا اشياء تخلي حياتنا مرتاحة. يبقى كلمة invent، خلي بالك invent يعني يخترع. invent زي ايه؟ زي عندنا create، يخلق او يبدأ. طبعا succeed يعني ينجح، fail يعني يفشل، و pass يعني ايه؟ pass يعني يمر او ينجح. Number three, the word space gives us the opposite of small. كلمة ايه بتديك عكس small؟ tiny. ما هو tiny يعني small اصلا، و enormous يعني very big او big يعني، بس دي عكسها little، قليل او صغير، و clear يعني واضح. طبعا يبقى هنا the word enormous gives us the opposite of small. خلي بالك opposite يعني عكس. Number four, we add the suffix space to the verb collect to get the noun. نجيب السفكس إيه في دول علشان نضيفه لكلمة collect عشان تبقى noun ER, OR, IR, or IM. طبعا هنا AOR collector. collector يعني هاوي، أو هاوي جمع، يجمع حاجات معينة أو جمع يعني، بس جمع يعني مش سوري مش موسق يعني، لا بيجمع حاجات جاي من collect يعني. بعد كده نيجي إيه ده؟ أنا كنت نسيت سؤال في
السؤال السادس، اها سوري، السؤال السادس في القطعة. كويس كده عشان ما حدش يلحق يكتب لي كومنت يعني، معلش سوري. Do you think that Egypt should use a lot of renewable energy؟ هل تعتقد ان مصر يجب عليها ان او يعني use a lot of renewable energy؟ Yes, I think so. وبعد كده ارجع كأننا حلينا الثلاث الاربع اسئلة دول اللي بعدهم في تشوز. خطأ ملحوظ، I'm so sorry يعني. بعد كده نيجي هنا ل5، تكملة التشوز يعني. كلنا بنغلط، بس مش خطأ طالما مش خطأ في المادة العلمية ومش خطأ في الحل خلاص، لكن خطأ فني تكنيك كده في التسجيل مش مشكلة يعني، سهلة ملحوقة دي يعني. نمبر 5، you can't make phone calls because there is no telephone wireless order GPS signal. يقول لك انا مش قادر اعمل اي مكالمة، مفيش اشارة، مفيش شبكة، شبكة واقعة عندنا في المنطقة. طبعا there is a there is no telephone signal، مفيش اشارة في التليفون. بعد كده نمبر 6، air or an space is something you can use to follow directions. الحاجة اللي هي تستخدمها لكي تتبع الاتجاهات، طبعا اللي عندنا الخريطة، عندنا سبيس الفضاء، مسجد، اكسبيشن يعني معرض، طبعا عندنا اي ماب. بعد كده السؤال الخامس، complete the sentences with the correct form of the word or words in brackets. عندنا نمبر 1، I went to the club after I space finish my work. خدت انت خلي بالك قاعدة افتر وبيفور في يونت 10، افتر يجي بعدها ماضي تام واللي قبلها ماضي بسيط، افتر يجي بعدها الحدث الذي تم اولا وبعد كده ما قبلها الحدث اللي تم ثانيا. يعني انا رحت النادي افتر اي هاد فينيشد ماي ورك، يعني معنى ذلك ان انا اي فينيشد ماي هوم ورك فيرست، اي فينيشد ماي هوم ورك ذن اي ونت تو ذا كلاب. الحدث الذي تم اولا يتحط في الماضي التام، الحدث الذي تم ثانيا يتحط في الماضي البسيط، وانا بخبط لك عشان تاكد على المعلومه. نمبر 2، ماي هاوس از بيلت اراوند 2000، سنه 2000. ده من زمان قوي، يبقى ده باست سمبل باسيف، خلي بالك، يبقى ماي هاوس واز بيلت. نمبر 3، اف ات از هوت تومورو وي سبيس وي وود جو تو ذا بيتش. خلي بالك دي حاله اف، الحاله الاولى، الحاله الاولى اف بريزنت يبقى ويل زائد المصدر. امتى تبقى وود دي بقى؟ لو اف ات واز هوت. وطبعا ازاي واز مع تومورو؟ مش هتيجي يعني. نمبر 4، in the past، في الماضي، people used to get paper bags at the supermarkets or at supermarkets. in the past يبقى people، يبقى ماضي، يبقى used. used to، اعتادوا ان هو يحصلوا يشتروا يعني البلاستيك باجز اور بيبر باجز من السوبر ماركتس. نمبر 5، هبه told me that her plane، طبعا دي graduate report speech في يونت 11. طبعا ما ينفعش تقول leaves to London that day، that day كانت today، خلي بالك. يبقى هنا هيبة told me that her plane left to London that day. انا ممكن اسألك سؤال بقى، اقول لك الجملة دي كانت ايه؟ هتقول لي يا مستر وجدي told دي كانت said to، هبة said to me comma افتح قوس هي قالت ايه؟ طالما her plane يبقى تقول ايه؟ هتقول my، يبقى my plane leaves leaves or leaves leaves في ال direct speech يعني leaves to London today. خلي بالك that day دي كانت ايه؟ كانت today. هنا بعد كده writing write a paragraph of 110 words on a biography of a person you like most. خلي بالك انا عامل لك فيديو فيه 14 موضوع مهمين جدا وفي كل ما يخص الشخصيات. عشان ما نطولش في الفيديو انا ممكن اسيب لك الرابط في صندوق الوصف، الرابط اللي خاص بكل الباراجرافز وكل الشخصيات اللي انت ممكن ايه تكتب عنها. طبعا انت ممكن تكتب عن صفية المهندس، ممكن تكتب عن فاروق شوشة، ممكن تكتب عن مجدي يعقوب، ممكن تكتب عن محمد صلاح. بعد مرور دلوقتي احنا داخلين في الدقيقة 34، الكسندريا جوفرنريت معنا ربع ساعة بالكتير. Finish the following dialogue. Nada and Hani are talking about a job advertisement. يعني ندى وهاني يتحدثان عن اعلان خاص بوظيفة. فندى بتتكلم بتسأل have you read the newspaper today؟ قريت الجرايد النهارده يا نهاني؟ فهاني هيرد، بس خلي بالك هنا بيقول لك what is in the newspaper؟ في ايه، في ايه او ايه اللي موجود يعني. فطالما هنا لسه بيسأل فهو طبيعي نقول no I haven't، ما قريتش. what is in the newspaper؟ فندى بتقول له، هتقول له حاجه معينه، والحاجه المعينه خلي بالك دي مش هتجيبها بمزاجك يعني، لا
هنا لما يرجع يقول ايه what is that advertisement about، ايه الاعلان ده عن ايه، فهي اكيد قالت له there is an advertisement، في اعلان، في اعلان في الجورنال. what is the advertisement about، خلي بالك about هنا لما نادى ترد عليه هنا برضو مش هتجاوب بمزاجها، هنا تقول it's about an accountant job. about ليه بقى، ليه an accountant job، لان هنا في الاجابه هاني خلي بالك انت المفروض تكون قلت كله an accountant job is a good chance for us، يعني وظيفه كمحاسب دي كويسه علشان، فطبيعي هنا ندى بتقول it's about an accountant job. بعد كده هاني an accountant job is a good chance for us، ندى تسال سؤال فهاني يرد عليها yes I will، when can we apply for it. خلي بالك طالما هنا فيها yes yes I will يبقى لازم فيها عمليه الانفيرجن اللي هو yes or no question will، يبقى هنا will you apply for it، will you apply for it يعني هل انت هتقدم على الوظيفه دي، قال لها هاني yes I will. when can we apply for it، احنا ممكن نقدم على الوظيفه دي ازاي احنا الاثنين يعني. ندى ممكن تقول له next Sunday، اليوم الحد اللي جاي. خلي بالك في سؤال هاني بيقول of course we can go together، ممكن نروح سويا، فاكيد ندى ممكن تطلب منه او تسال من تسال تقول له can we go together، can we go together. طبعا اللي مكتوبين باللون الاحمر دول اسئله، واللي مكتوبين بالازرق هو ايه الاجابات. السؤال ده عليه 5 درجات. خلاص اتعودنا على شكل الامتحان بقى. Number two, read and complete the text with words from the following A, from the following list. عندك fly, place, hard, flu, ways, weather. طالما انت بقى شفت fly وشفت flu دي مضارع ودي ماضي، يبقى بص يا معلم بقى هتاخد واحدة منهم. يبقى تاخد واحدة من fly وflu وهتبقى لك place مكان، hard يعني صعب او جاف او ما اعرفش معناه ايه في القطعة اصلا هتكون، ways طرق، weather يعني حالة الجو. زي ما انا بقول لك كل مره pause the video then replay it وبعد كده check your answers. winter is cold in some places، الشتاء دي الشتاء يعني فصل الشتاء يعني بارد جدا او ساقع في بعض الاماكن. it can be hard، sorry it can be hard، طبعا هنا it can be hard طبعا اللي هي hard number 1 دي for animals، انا هرقمها لك بس معلش يعني، and the birds to find the food during the winter، انه يجدوا اللي هو الطعام الطعام اثناء الشتاء. they get through ايه، they get through يعني يمروا بالتجربه دي او ينجزوها يتموها this time in many بطرق مختلفه، يبقى ان ايه in many ways. for example على سبيل المثال birds and the butterflies can، طالما هنا فيها كان يبقى ده فعل في المصدر، يبقى هنا كان ايه، يبقى كان fly، يبقى fly دي نمبر ايه نمبر 3. so many of them ممكن بعضهم don't stick ما يعني don't ايه don't stick ما يتعطلوش يعني. طيب around for the winter they go to another، طالما another يجي بعدها مفرد يبقى ممكن يبقى ايه to another ايه to another place another ايه another place with nice ايه weather. then ثم بعد ذلك they come home in the spring، يعودوا الى موطنهم يعني في فصل الربيع. وبعد كده we call this migration، migration اللي هو الهجرة يعني. نبدأ بعد كده read the following text then answer the questions. Osama's class have been learning about the environment in their science lessons، يعني الفصل بتاع أسامة ده بيتعلموا، ده استخدام زمن المضارع التام مستمر خلي بالك، يتعلموا أو يدرسوا عن البيئة في حصص العلوم. students have been studying the effects of pollution from vehicles، يعني الطلبة بيدرسوا عن تأثير التلوث على المركبات والمواصلات يعني. they also have been reading about how poisons from factories pollute rivers and seas، يعني برضو بيتعلموا أو بيقروا قد إيه مدى تأثير أو السموم من المصانع بيلوث الأنهار والبحار. they all agree that everyone should do more to help the environment، يعني بيتفقوا جميعا أن كل واحد يجب عليه أن يساعد اللي هو يعني يعمل الكثير ليساعد البيئة. their teacher مدرس بتاعهم مستر حلمي asked them to think of things،
انهم يفكروا في اشياء كده that they could do، الحاجات اللي ممكن يعملوها. The students made lots of suggestions، يعني قدموا اقتراحات كتير. ادخل بقى على الاقتراح الاولين بتاع مين؟ رضوان. رضوان said that people should walk more and use their cars less، يعني اقترح ان هو الناس تمشي كتير وتستخدم السيارات بتاعتها اقل. This would keep the cities cleaner and the people would be healthier، يعني ده هيخلي المدن يعني اكثر نظافة والناس برضو would be healthier. بعد كده ندخل على خالد بقى. خالد said that or said they would should build the car parks outside the city center where people could leave their parks their cars، يعني خالد اقتراحه ان هو الناس تبني ايه جراشات يعني للسيارات خارج المدينة، خارج مركز وسط البلد، يعني الناس ممكن تسيب سياراتها هناك يركنوا ويجرشوا يعني. They could then walk to the rest of the way into the city، يعني من بره كده ويمشوا الحتة الباقية لغاية مكان شغلهم يعني. أسامة suggested، أسامة اقترح having a bottle bin in the school where students could put their empty plastic bottles، يعني أسامة اقترح انه ممكن يكون في سلال بلاستيكية بتاعت القمامة يعني in the school، المكان الطلبة يقدروا يحطوا الايه البلاستيك بوتلز الزجاجات البلاستيكية فيها. These خلي بالك طالما قال لك these يبقى المقصود بيها ايه البلاستيك بوتلز، لان دي هيسألك فيها سؤال. could be collected ممكن تتجمع and recycled ويعاد تدويرها. Mr. Hilmi thought these were very good ideas and said he would pass them on to the head teacher، يعني قال لهم ان الفكره دي او الافكار دي كويسه وهنبلغ المدير بيها ان شاء الله. نمبر 1 عندي هنا choose the correct answer from A B C or D. نمبر 1 اسامه and his friends are interested in the environment because، انت اقرا كويس هتعرف ان الاجابه they have been studying about it at school. نمبر 2 خالد suggests that، ارجع لخالد وترجع للجزئيه بتاعت خالد اللي هي دي، هنا هتلاقي الاجابه there would be there should be car parks outside the city. back at number 3 who was Mr. Hilmi going to tell about the students ideas، هيفكر وهيعرض على مين؟ على الهيد ايه؟ على الهيد تيشر. نكمل هذه الجزئيه برضو الاسئله الخاصه بالقطعه. answer the following questions. What does the underlined pronoun these، احنا قلنا these في الشرح ان ترجع للكلمتين اللي قبلهم اللي هي plastic bottles. Number 5 how would it help if people walked more and used less used their cars less، يعني ممكن نستفيد بايه اللي هو لو الناس مشيت اكتر واستخدموا السيارات اقل، هنا ممكن it keeps the cities cleaner and the people would be healthier، وطبعا دي موجوده في اخر سطر هنا وبعد كده في اول السطر الثاني يعني. نمبر 6 what else can the students do to help the environment، ممكن ايه يعملوا ايه تاني عشان يساعدوا البيئه، هنا ممكن نقول they can plant trees in their communities، they can plant ممكن يزرعوا اشجار في their communities. بعد كده choose عندنا نمبر 1 هنا عندي A space is a small young plant، young plant نبات صغير اللي هو الشتلة أو النبات الصغير، عند jungle forest seedling palm، طبعا عندنا A seedling. number 2 I space a small boy from the lake، I protected him from danger controlled saved kept shared، عايز أقول لك أن أنا أنقذت طفلا ولدا صغيرا من البحيرة، I protected him from danger حميته من الخطر. number 3 we can change the word tradition into an adjective by adding the suffix ialousitionity، عشان كلمة tradition عشان اخليها صفة هتبقى traditional اضيف السافيكس ال. بعد كده number 4 the antonym of near is، عكس كلمة near الانتونيم المضاد اللي هو العكس يعني is close friend remote or aside، طبعا العكس بتاع ايه طبعا عكسها ريموت، ريموت يعني بعيد يعني ريموت يعني بعيد. نمبر 5 A space is someone whose job is to take photographs، الشخص اللي وظيفته يلتقط صور، المصور بقى controller presenter designer photographer، طبعا هنا عندنا ايه photographer. نمبر 6
Ice covers the land in polar habitats. The word habitat is the same as school, building, factory, home. كلمة الآيس يغطي التلج يغطي الأرض، يعني الأرض في البولار هابيتاتس البيئة القطبية أو البيئات القطبية. هابيتات يعني إيه؟ هوم أو إيه؟ موطن. بعد كده السؤال الخامس، complete the sentence from the following for, complete the sentence for, complete the sentence with the correct form of the order words in brackets. Number one, the Taj Mahal space built by Shah Jahan. خلي بالك دي باسيف، وباسيف في الماضي لازم هتقول لي بلت تصريف تلك، بس لازم تقول قبلها ووز عشان ماضي. بعد كده نمبر 2، as soon as مها watched TV she slept. as soon as يجي بعدها ماضي تام الحدث الاول، بمجرد ان مها had watched TV she slept، يبقى هي اتفرجت اولا على التي في بعد كده نامت. الحدث الذي تم اولا ماضي تام، والذي تم ثانيا ماضي بسيط، وعندك الماضي البسيط يبقى ضرب الماضي تام. Number three, we would have fewer storms if climate change stopped. خلي بالك دي الحالة، حالة F التانية، طالما would have يبقى لازم اللي هو فعل الشرط يبقى ماضي، يبقى هنا if climate change stopped. بعد كده number four, do you enjoy play the piano? Enjoy من ضمن الأفعال اللي يجي بعدها gerund ing على طول، يبقى do you enjoy playing the piano. اخر جمله عندي هي answered the exams good. خلي بالك هنا جاوب على الاسئله او الامتحان بشكل جيد. طبعا good صفه، لازم يبقى ظرف، اللي الظرف كلمه تصف فعلا، اما الصفه كلمه تصف ايه؟ تصف اسما. اخر حاجه عندي writing برضو هنا، write a paragraph of 110 words on a biography of a famous Egyptian writer. ممكن تكتب عن فاروق شوشة، دي موجودة برضو في كتابي، في كتاب المدرسة، عشان لو انت، لو انا كنت عملت الباراجرافز كلهم كان الفيديو هيعدي اكتر من ساعة. دلوقتي بعد مرور تقريبا داخلين على دقيقة 47 انتهينا من حل ثلاث محافظات مختلفة. الفيديو اللي جاي ان شاء الله ثلاث محافظات اخرى. Thank you.